أيضا منذ قليل وفي ميدان النهضة تم القبض على فلسطيني وبحوزته أسلحة وذخائر، وبيتم التحقيق معه حول هذا الموضوع والتعامل معه. يعني برضو عايزة تعليق حضرتك على هذا الخبر، القبض على فلسطيني في ميدان النهضة، واحنا يعني شفناها عرضناها منذ قليل عندنا. انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول ان احنا علينا ان احنا نفرق دلوقتي ما بين شخص فلسطيني وبين اخواننا الفلسطينيين من الشرفاء. بمعنى ان شخص فلسطيني هو مؤيد للجماعة، هو ارهابي جاء الى مصر يحمل السلاح، هو الاغلب انه ينتمي لحركة حماس او لأي من التنظيمات التكفيرية الموجودة بكثرة في قطاع غزة. ده بيثبت انه الشعب المصري يقتل ويصاب على ايدي ارهابيين اجانب. لدينا في شمال سيناء من مختلف جنسيات العالم ارهابيين، والجيش يخوض معركة شرسة في مواجهتهم لإعادة السيطرة على شمال سيناء بعد ان يعني قام الدكتور محمد مرسي خلال سنة حكمه بتسليمها جاهزة للجماعات الإرهابية حتى يستخدمها في الوقت المناسب. وقال محمد البلتاجي بوضوح أعيد مرسي إلى منصبه تتوقف الاعتداءات في سيناء في نفس الثانية، فبالتالي هم أدوات. أما وجود فلسطينيين ومن جنسيات أخرى فهو أمر متوقع، مسلحين معهم سلاح. المهم هنا هو أن الدولة المصرية تكون حاضرة بقوة وأن تفرض سيطرتها، وأتمنى ألا ينسحب ذلك على كل الشعب الفلسطيني، بمعنى أن هناك مواطنون فلسطينيون شرفاء محبين لمصر يعني يتعاملون مع مصر باعتبارها يعني وطنهم الأم أو الدولة الأم. أما الأقلية من المتطرفين والإرهابيين من جماعة حماس أو تنظيمات تكفيرية فيستحقون من الفلسطينيين ومن الدولة المصرية أن يتم التعامل معهم بقوة القانون، وبي يعني يتلقون الجزاء الذي يستحقونه.